صباح الهنا والسعادة وأول الأسبوع لحد 22 نوفمبر، يا رب يبقى كده أسبوع علينا كلنا بخير وأخبارنا كمان تكون تليق بحضراتكم وفقراتنا. صباح الخير يا فندم. صباح الفل، صباح العسل، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. بداية أسبوع جديد وحلقة جديدة، مجموعة جديدة بقى من الأخبار والموضوعات المهمة اللي هنتكلم مع حضراتكم فيها. وبطبيعة الحال كده تمام زي ما هو الحال في كل حلقة من حلقات البرنامج، مجموعة من الضيوف إن شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا بوجودهم في حلقتنا النهاردة. صباح الفل. الويكند كان اخباره ايه؟ احب دايما اطمن عليك اول والله حلقه، والله مش في اظبط حالاته يعني، ما كانش ده الويك اند الاسعد. انت عندك بعض الظروف شويه عكوسات كده بعيد عنك، بس ماشي الحال بشكل عام. بس المشكله بقى ايه؟ مش المشكله يعني، التفصيله اللي خدت بالي منها، انا فوتت مرتين ثلاثه في الاول وقلت يمكن صدفه. اليوم اللي بقى لابس فيه خفيف الجو يسقع رصاص، اليوم اللي تقل فيه الاقي الجو حر، مش عارف اعمل يعني اتصرف. وايام ننزل الصبح متقلين، بعدين بعد كده الظهر يبقى حر جدا، بعدين يرجع يعني زي ما بنقول وهنفضل نقول الفتره دي اكتر فتره ممكن حد يعيا فيها، فيا ريت تخلي بالنا جدا. الله. انا كان عندي على فكره برد من كام يوم بس ما قلتش لحد، بس الحمد لله. الله والله العظيم خفيت، والله العظيم احنا بنتفايرس في الاستوديو يا حضرات. والله العظيم احنا بنتفايرس في الاستوديو. لا 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 ما تقلقش والله. فعلا من الناس اللي كنت فعلا برضو مخففه شويه في اللبس، فيعني جاي دور برد خفيف وخفيت طلعت منه يعني. فيعني ما حدش يستاهل، ما حدش كبير خالص، وربنا يسلم يعني جميعا، ونبقى كده دايما يعني مخليين بالنا، لان زي ما بنقول الموجه الثانيه ابتدت في اوروبا، والسنه اللي فاتت ابتدت في اوروبا وبعد كده جت لنا، فهي شرسه جدا دلوقتي في اوروبا، فربنا يسترها علينا باذن الله يعني.